ناس كتير قالت لي في التعليقات: يا احمد، احنا ازاي نحول رصيد باير لفودافون كاش، او نشتري رصيد باير، او مثلا نحول من باير لبيبال؟ فالموضوع سهل جدا يا شباب. النهارده ان شاء الله جايب لكم موقع ممتاز جدا، هتقدروا من خلال الموقع ده انكم تحولوا بين البنوك الالكترونيه بكل سهوله. فلو انت مهتم بالموضوع تابع معايا الفيديو للنهايه، واتمنى تدعمني باشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. ده موقع النهارده يا شباب هشرحه لكم بالتفصيل، وكمان هحول قدام عينيكم، ودي صفحة الموقع على الفيسبوك. طبعا الصفحة دي عاملة جوائز ممتازة جدا هشرحها لكم في نهاية الفيديو ان شاء الله. طيب زي ما انتم شايفين الموقع واجهته سهلة وبسيطة جدا جدا. الموقع يا شباب بيدعم بنوك كتيرة جدا زي بيرفكت ماني وبير وفودافون كاش، وعندك هنا اورانج كاش واتصالات كاش، وكمان في وي اللي هي وي كاش، تمام، وفي بنك مصر زي ما انتم شايفين، وعندك هنا البوسطة، وعندك رصيد سكريل، وزي ما حضراتكم شايفين في هنا ويسترن يونيون، ودي مهمة جدا جدا بحيث انك لو في اي مكان في العالم تقدر تستلم على ويسترن يونيون بدون اي مشاكل، تمام. وفي هنا الباي بال وعملة اليو اس دي تي. طبعا العملة دي كان في ناس قالت لي: يا احمد احنا ازاي نشتريها؟ من خلال الموقع ده ممكن تشتريها بكل سهولة، تمام. طيب دلوقتي بقى خلينا نشرح الموقع وازاي هنبدأ نحول بين البنوك داخل الموقع ده. اول حاجة لازم تنشئ حساب في الموقع، هنضغط هنا على كلمة كرييت اكونت، وان شاء الله هسيب لك رابط الموقع موجود في وصف الفيديو. بعد كده هنا هتحط ايميلك وهنا الباسورد، وتعيد الباسورد وتعلم على المربع ده وتضغط على كلمة ريجستر، تمام. بعد كده هيتم انشاء لك الحساب بكل سهولة، وبعدين تيجي على كلمة لوجن هنا، وهنا تحط الايميل والباسورد زي ما انتم شايفين، وبعدين نضغط على كلمة لوجن، وعلى طول هيبدأ يدخلني للواجهة الرئيسية الخاصة بالموقع. طبعا دي واجهة حسابي. هنا يا شباب في الواجهة ديت المفروض بتملي البيانات ديت زي اسمك والدولة والكلام ده، وبعدين بتضغط على كلمة سيف وتحط رقم تليفونك عشان لو في أي مشكلة صاحب الموقع يبدأ يتواصل معاك، تمام. فأنا مش هعمل الحاجات دي دلوقتي، المهم عندي هي طريقة التحويل. هنيجي على التلات شرط دولت ونضغط على كلمة اكستنج، وبعدين أبدأ أختار البنوك اللي أنا عاوز أحول عليها، تمام. مثلا انا معايا رصيد باير، هضغط على كلمة باير كده، وعاوز مثلا احول من باير لفودافون كاش، هضغط هنا على فودافون كاش. وطبعا عندك كل البنوك، متاح لك انك تحول من اي بنك لاي بنك تاني. خلينا نرجع كده خطوة شباب. زي ما انتم شايفين مثلا لو انت معاك رصيد بيرفكت ماني، هتضغط هنا على بيرفكت ماني وتشوف بقى البنك اللي انت معاك رصيد من خلاله. حتى لو بنك مصر ممكن تختار بنك مصر عادي، تشوف اي بنك انت معاك رصيد فيه وعاوز تحول للبنك التاني وتختاره، تمام. فالموضوع سهل وبسيط جدا. دلوقتي انا هختار من باير، عاوز احول رصيد من باير لفودافون كاش، وهستلم عن طريق فودافون كاش، فهضغط هنا وعلى طول هيبدأ يحولني لصفحة التحويل. هنا هختار المبلغ، هنا بقول لي الحد الادنى هو 5 دولار والحد الاقصى 10,000 دولار، فانا هختار مثلا عاوز احول وليكن 6 دولار. هنا هنزل، هنا بقول لي ال6 دولار مقابل 94.80 جنيه. فطبعا يا شباب الموقع بياخد عمولة تحويل، ولكن العمولة بسيطة جدا جدا. يعني تخيل هنا سعر ال1 دولار باير ب15.80 قرش، فالموضوع جميل جدا. طيب دلوقتي بقى احنا عملنا ايه؟ حددنا التحويل من بنك باير لبنك فودافون كاش، وحددت هنا الكمية اللي انا هبعتها من بنك الباير، وهنا حدد لي الكمية اللي انا هستلمها عن طريق فودافون كاش. هنا بقى بقول لك حط الايميل الخاص بيك، هنا هنحط الايميل الخاص بيا، مظبوط، وهنا هحط رقم فودافون كاش اللي انا هستلم عليه. زي ما انتم شايفين انا كده كتبت الرقم اهوت، هضغط هنا على المربع الصغير ده اللي هو انا موافق على شروط التحويل، وبعدين اضغط على كلمة اكستنج يعني تحويل. زي ما انتم شايفين يا شباب هنا حولني للصفحة ديت، هنا بقول لي هتدفع 6 دولار باير وهتستلم 94 جنيه مصري، وهنا بقول لي سعر ال1 دولار 15.80 قرش. وهنا زي ما انتم شايفين دي المعلومات بتاعتي اللي هو رقم فودافون كاش والبريد. فدلوقتي هضغط على كلمة باي عشان ابدأ ادفع للموقع، هيحولني البنك الباير اوتوماتيك. خليكم معايا كده لحظات. هنا زي ما انتم شايفين حولني على طول لبنك الباير، بيقول لي انه هيتم خصم منك 6 دولار. فدلوقتي هضغط هنا على علامة الباير عشان ادفع عن طريق الباير، واحدد عملة الدولار هنا اليو اس دي. وهنا شباب زي ما انتم شايفين بيقول لي اضغط على كلمه كونفيرم عشان تاكد العمليه، هنضغط على كلمه كونفيرم، وعلى طول هيبدا يرجعني للموقع مره تانيه، وهيقول لي تم اكتمال عمليه الدفع. وهنا زي ما انتم ملاحظين هنا بيقول لي العمليه بروسيسس يعني قيد المراجعه، وحاليا هيتم ارسال لي المبلغ ده على فودافون كاش الخاص بيا. فانا هنتظر لحد ما المبلغ يوصل يا شباب. هاجي اضغط هنا على كلمه داشبورد، حاليا طبعا التحويل بتاعي موجود هنا في الصفحه الرئيسيه اهوت،
بقول لي قيد المراجعة، وأنا كنت عامل تحويل قبل كده ووصل بدون أي مشاكل زي ما أنتم شايفين، فأنا هنتظر كده التحويل يوصل ونثبت مصداقية التحويل الخاصة بالموقع مع بعض. وفي ملحوظة شباب بالنسبة لصفحة الفيسبوك بتاعة الموقع، الصفحة دي عاملة عروض وهدايا جميلة جدا، وكمان في عرض مميز للناس اللي عندها قنوات يوتيوب أو مثلا صفحة كبيرة على الفيسبوك أو صفحة كبيرة على التليجرام. بقول لك اعمل فيديو للموقع واشرح طريقة التحويل بين البنوك، ولو جاب عدد مشاهدات كتير هات لينك الفيديو أو لينك المنشور وابدأ ارسله للصفحة ديت، وهيبدأوا يبعتوا لك هدية. الهدية ديت هتكون من $0.5 لحد $10، تمام؟ ولو تلاحظوا معايا هنا برضو في مسابقات زي ما انتم شايفين، دي مسابقة هيت بيقول لك اتوقع سعر البيتكوين هيعلى ولا هينخفض واكسب $5. فخليني كده انتظر الشباب لحد ما التحويل يتم وارجع لكم مرة رجعت تانية. لكم مرة تانية يا شباب، وانا ببص في التليفون لقيت مبلغ وصلني بقيمة 95 جنيه على فودافون كاش، ولقيت برضو رسالة على الجيميل من الموقع بتقول لي تم انتهاء طلبك، يعني طلبك كومبليت. وجيت هنا يا شباب دخلت للموقع، خليني كده اجي للداشبورد، هنا ننزل للاسفل، وزي ما انتم ملاحظين هنا الطلب بتاعي بقى كومبليت والحمد لله وصلني بنجاح، تمام؟ فالموقع يا شباب صادق وما فيهوش اي مشاكل، وبالنسبة لي ده افضل موقع بستعمله الصراحة للتحويل بين البنوك. والموقع ده فيه ميزة يا شباب اللي هي الدعوة، انا كنت داعي 8 اصدقاء. طبعا لو عاوز تدعي كل اللي عليك انك هتضغط هنا على كلمة ريفرال، تمام؟ وبالنسبة للدعوة دي انت بتكسب منها نسبة، يعني كل ما تدعي ناس تسجل من خلال الرابط الخاص بيك ده وتبدأ اللي هي تعمل تحويل داخل الموقع، الموقع بيديك نسبة ربح فتقدر تسحبها، بتضغط على كلمة ويزدرو، واول ما النسبة دي توصل لحد $1 بتقدر تسحبها بدون اي مشاكل، تمام؟ وزي ما قلت لكم ان شاء الله لينك الموقع هتلاقوه موجود في وصف الفيديو، ويا ريت لو عجبكم الفيديو تدعمونا باشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناة احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.